شفنا إرادة كبيرة وعمل كبير، جهد كبير قاموا به اللاعبين خلال هذا التربص. صحيح أنه كنا نبحث على مباراة ثالثة أنه بعد المباراتين اللي لعبناهم، وكانت مفيدة جدا يعني، ولكن يعني بحكم أنه ناقصين بعض اللاعبين في بعض المراكز يعني خفنا أنه تكون في إصابات من بعض اللاعبين اللي راحين يكونوا إن شاء الله في المباراة الأولى، تحضيرا لهذه المباراة الأولى أمام الشرطة الرواندي اللي راح تكون نظن مفتاح، راح يكون مفتاح بالنسبة لنا احنا قبل مباراة العودة هناك. يتوجب علينا التركيز أكثر، يتوجب على اللاعبين بذل مجهود مضاعف إن شاء الله في التدريبات. التربص كان جرافي في ظروف جيدة، خدمنا هنا في قسنطينة 10 أيام، زدنا رحنا لتونس خدمنا بوندو 15 جور، لعبنا مقابلتين وديتين ان شاء الله يكون نكونوا خدمنا بها ان شاء الله باش المقابله الاولى نكونوا واجدين ان شاء الله. جو بونس ان شاء الله تكون كما يقولوها مقابله، جو بونس مش راح تكون سهله، نظن راه بدايه الموسم مع التحضيرات جات فيها مومو كما يقولوها صعيب، ان شاء الله رانا محضرين ان شاء الله لي جوار كامل راهم واعيين بالمسؤوليه. اون فا سو دوني افون، اون فا سباتر pour un seul objectif اللي هو حقو نتيجه ايجابيه ومستراحه ان شاء الله باش نكونوا في العوده في لقاء العوده مستراحين.